مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شارك نجم مسلسل دام كريم الدراجي تجربته بالاحتكاك مع الحيوانات المفترسة في مدينة دبي. ويذكر أن نجم مسلسل دام قد ظهر مدينة دبي للقاء تلفزيوني بدعوة خاصة. Les crocodiles. Les crocodiles. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.